المشاركون في أعمال الندوة العلمية لقاء الآخر واكتشاف الذات حول رحلة ابن بطوطة يلقون الضوء بالضباط على جوانب أخرى من شخصية الرحالة الشهير ابن بطوطة من خلال مناقشة مواضيع هامة الرحلة ولقاء الآخر واكتشاف الذات والسعي إلى التوازن الروحي. وأبرز المشاركون في هذه الندوة التي نظمها متحف بنك المغرب أن الترحال ليس فقط مهنة لكسب العيش أو الترفيه، ولكنه كذلك أسلوب حياة يحمل قيما إنسانية ويغذي حب الاستكشاف، بل هو أيضا رسالة سلام واعتراف بالآخر على الرغم من الاختلاف. في رحلاتي حول العالم وجدت ابن بطوطة في أماكن كثيرة خارج البلاد العربية. أنا وجدته في سريلانكا، وجدته في الهند، وجدته في أماكن كثيرة جدا، وأثاره ما زالت موجودة حتى يومنا هذا هناك. لما تعرف أن في جنوب غرب سريلانكا يوجد مدينة اسمها بن طوطة سيتي، ولا أحد فينا يعرف عنها حاجة، موجودة هذه المدينة، والنهر الذي يمر من هناك اسمه بن طوطة ريفر، نهر ابن بطوطة ما زال مسجل، هم بينطقوا هناك بن طوطة وهم حتى مش عارفين سبب التسمية إيه، لكن منذ هذا التاريخ الفنادق، المدينة، المطار اللي موجود هناك في هذه المنطقة اسمه بن طوطة إيربورت. أنا فوجئت وأنا هناك ففرحت جداً. وشكل هذا اللقاء المنظم على هامش معرض على خطى ابن بطوطة الذي يستمر إلى غاية 31 من دجنبر المقبل فرصة للحديث عن شخصية عظيمة وإبراز مكانتها العلمية والفكرية، بالإضافة إلى الوقوف على أهمية الوثائق التي قام بتجميعها خلال القرن الرابع عشر.